طبعا نحن سعيدين اليوم باعلان توقيع الاتفاقيه للاستحواذ على 100% من حصص شركه بي اف سي، وهي طبعا شركه متاسسه في مملكه البحرين. الصفقة هذه مهمة بالنسبة لنا وتاريخية بالنسبة لشركة الأنصاري، لأن متماشية مع الخطط اللي أعلننا عنها لما أدرجنا الشركة العام الماضي، من ناحية زيادة الرقعة الجغرافية للشركة وأيضا دخول أسواق جديدة وزيادة عدد الفروع. فإن شاء الله بعد إتمام الصفقة بشكل نهائي راح تزيد عدد الفروع بالنسبة للشركة من 260 تقريبا إلى 410. هاي زيادة تقدر ب 60% في عدد الفروع، 25% زيادة في عدد الموظفين، راح نوصل 6000 موظف بشكل عام بعد الدمج. راح نكون غير أن احنا لاعب رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن راح نكون الشركة الصرافة الكبرى في مملكة البحرين، ثالث أكبر شركة صرافة في دولة الكويت، وكذلك راح تكون عندنا رقعة أو وجود جغرافي في الهند، وهي دولة مهمة جدا في استقبال التحويلات. وإذا نشوف نتائج الشركتين للعام المنصرم 2023، إذا دمجنا الإيرادات بشكل عام راح يكون في زيادة 22% في الإيرادات الشركة بشكل عام، توصل ل 385 مليون. الاستحواذ على بي اف سي هيزود بنسبة 22%، الإيرادات راح توصل ل 385 مليون دولار، أي ما يقارب أكثر من مليار و 400 مليون درهم. فبالتالي راح يعني الصفقة تم تشكيلها بالطريقة هذه على أساس أنها تخدم توسع الشركة ونموها في دول الخليج بشكل عام. الصفقة ب 200 مليون دولار تقريبا وفق ما أعلنتم، وقلتوا أنه الصفقة ربما تتم من خلال عمليات تمويل. أشكال التمويل، وحدثنا عن تكاليف التمويل في الوقت الحالي، وإزاي من الممكن تأثر عليكم، لا سيما انك هتاخد تمويل عشان تستحوذ على صفقه في ظل معدلات فائده مرتفعه. صحيح، يعني لما تتكلم على 200 مليون دولار صفقه تحتاج تمويل في يعني بالمجمل، وهذا شيء طبيعي في عمليات الاستحواذ بشكل عام. الشركه لها القدره الماليه، انت لما تتذكر لما ادرجنا الشركه تقريبا يعني حصلنا مبلغ اكثر من 770 مليون درهم اماراتي، وايضا الشركه اعلنت ديفيدنس العام الماضي 600 مليون درهم، فعندها القدرة أن تستحوذ على الشركة هذه. ولكن طبعا تكون عن طريق يعني تشكيل قرض مخصص لإتمام الصفقة هذه. طيب يعني كله كاملا تمويل للصفقة من خلال التمويل، ولا جزء تمويل وجزء من راح يكون جزء يعني من المبلغ راح يكون تمويله، ولكن التفاصيل مش متوفرة حاليا لأن هي قيد الدراسة إلى الآن. احنا عندنا تقريبا يمكن 6 شهور لما نغلق الصفقة بشكل كامل، منتظرين الموافقات أو موافقات الجهات الرقابية في كل الدول اللي متواجدين فيها. خلينا نحكي على بالتوسع في دول الخليج. حضرتك تحدثت عن أدي البحرين، ولدينا توسعات في الكويت، وكان ربما حديث عن عمان، فحدثنا أكثر عن توسعاتكم في الدول منطقة الخليج، هي آخر التطورات في هذه التوسعات. دول الخليج لها أهمية خاصة بالنسبة لقطاع التحويل المالي وصرف العملات الأجنبية، هي تستحوذ على 25% حصة سوقية عالمية بالنسبة للتحويلات، تحويلات الأفراد عبر الحدود، فبالتالي لها أهمية بشكل خاص، وتواجدنا فيها راح يسهم في زيادة عمليات الشركة بشكل عام. فتركيزنا على كل دول الخليج، واليوم الحمد لله دخلنا يعني دول جديدة بالصفقة هذه، وعززنا وجود الشركة إقليميا. طيب ما هي الخطط فيما يتعلق مثلا بالسعودية؟ كان في حديث ربما أن يكون في توسع في السعودية. صحيح. طبعا فريق العمل دائما باستمرار يبحث عن فرص جديدة لدخول أسواق جديدة، وإن شاء الله لما نوصل لمرحلة الإعلان راح نعلن عن الصفقات لما تتم إن شاء الله. يعني قريبا قد نرى أنه هناك في يعني في توسعات في دول أخرى غير ما هو معلن عنه. 100% تركيزنا في دول الخليج بشكل خاص والمنطقة. لكن ما أقدر أعلن عن
الصفقات إلا بعد ما انتهت. طيب بما أنه هناك تفكير في التوسع، فهل قد يكون هناك نية لإدراج مزدوج مثلا للشركة في أسواق مختلفة؟ ليس مدرج يعني في طاولة النقاشات حاليا. احنا مدرجين في سوق دبي المالي وأدى الغرض اللي احنا كنا نأمل منه. طيب خلينا نسأل على التطورات المتعلقة بحجم الإنفاق على التوسعات. أنتوا قد إيه مستهدفين إنفاق على التوسعات المستقبلية خلال 2024 أو 2025؟ ما عندنا مبلغ معين، هو يعتمد على الفرص الموجودة. طبعا شركة بي اف سي هي شركة كبيرة يعني من ناحية الحجم، فقليل ما تحصل فرص بهذا الحجم، والحمد لله نتوفقنا ان نوصل ل يعني نقاشات اثمرت في توقيع الاتفاقية اليوم، ونأمل ان شاء الله الشركات الجاية. احنا هدفنا عادة يعني تكون شركات يمكن صغيرة او حتى ممكن ندخل عن طريق يعني تقديم على رخصة ونبدأ من الاساس، فهي كلها مطروحة، ولما إن شاء الله تكون في أخبار راح نعلن عنها بالشكل الرسمي. عدد العملاء الحاليين وصل إلى قد إيه، وحجم أصولكم في الوقت الحالي؟ ما يوردني الرقم حاليا يعني في بالي، ولكن احنا عندنا تقريبا في دولة الإمارات عندنا اكثر من 4 ملايين عميل نخدمهم بشكل شهري. بمناسبة الإمارات، الحصة السوقية وصلتوا قد ايه سواء في الإمارات او حتى على مستوى المنطقة بشكل عام؟ احنا حصتنا السوقية في الإمارات تقدر ب 40% من حصة سوق الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نمو، لان احنا يعني بين كل فترة وفترة نزيد رقعتنا الجغرافية ونزيد عدد الفروع. طالما ان في طلب على الفروع، احنا تقريبا اكثر من 90% من الأفرع اللي نملكها في دولة الإمارات العربية المتحدة ربحية، يعني تدر ربح على الشركة. فطالما أن هذا الوضع وطالما أن المستهلك في النهاية يحب أنه يجي عن طريق الفروع، راح نضخ يعني جهودنا ونتوسع بشكل يعني بشكل فيزيكال. أما في يعني نسبة كبيرة أيضا تقدر بأكثر من 20% من العملاء يفضلون أنهم يستخدموا القنوات الرقمية، فاحنا ايضا نوفر لهم قنوات رقميه مختلفه، ولا تقتصر فقط على الهاتف الذكي او تطبيق الهاتف الذكي. هناك عندنا كيوسكات، عندنا فوق ال 50 كيوسك منتشره في الدوله، وعندنا ايضا الويب ابلكيشن، وايضا خدمه الشركات يفضلون استخدام الويب ابلكيشن. ففي تطورات كثيره نشوفها جايه، وفريق العمل باستمرار يدور على احدث السبل ان يوصل قنوات الخدمات لجميع افراد المجتمع. طيب بمناسبة أن حضرتك تتحدث عن القصة الرقمية والرقمنة، كان هناك اتفاقية مع آني للتطوير، حدثنا أكثر عن هذه الاتفاقية، إلى أين وصلت، ما الذي سيحدث من خلالها؟ الاتفاق مع آني اتفاق استراتيجي وهو في بداياته حاليا، بس آني راح توحد عملية يعني نقل الأموال أو تحويل الأموال ما بين الجهات المختلفة، وراح تقلل تكاليف وصول العميل إلى الخدمات عن طريق القنوات الرقمية، وهذه ميزتها بشكل خاص. طيب بما أن حضرتك تتحدث أيضا عن التكاليف، فكنت أعلنت عن زيادة في رسوم التحويلات في بعض الدول خصوصا عبر الفروع، فكلمنا عن هذه الزيادة، قد إيه حجم الزيادة، وهل من الممكن أن نرى زيادة أخرى أو زيادة متدرجة لفترة معينة؟ احنا من المهم ان نتطرق ان الزياده هذه جت بعد يمكن اكثر من 5 سنوات يعني ما زدنا فيها الاسعار على المستهلكين في دوله الامارات العربيه المتحده، والزياده هذه كانت طبعا بالتنسيق مع الجهات الرقابيه ومنها المصرف المركزي لدوله الامارات العربيه المتحده. فكانت زياده تقدر بنسبه 15%، زياده مدروسه جدا، يمكن تتكلم على اقل من درهمين بالنسبه للعملاء، خاصه في الدول الاسيويه مثل دول الهند وباكستان والفلبين وهالدول، يعني الزيادات كانت طفيفة يتحملها المستهلك، وكانت لابد منها بسبب الزيادات التشغيلية من سواء من متطلبات الجهات الرقابية من ناحية توطين كذلك، ولا تنسى أيضا في عندك ضريبة الشركات أيضا دخلت في الآونة الأخيرة، فكان لابد من تعديل بعد أكثر من 5 سنوات جمود في أسعار الخدمات، كان لازم يكون في لها مراجعة.
طيب السؤال الأخير، بطبيعة الحال الجانب المصري له حضور كبير في الإمارات وفي دول الخليج. بطبيعة الحال لما حصل تحرير سعر الصرف أكيد حصل بعض التغيرات لديكم فيما يتعلق بتحويل الأموال لمصر، ما هو التأثير الذي رأيتم؟ التأثير اللي شفناه تأثير إيجابي بشكل عام. تحرير سعر الصرف يعني أدى إلى رجوع فئة لا بأس فيها من العملاء إلى الأطر الرسمية والابتعاد عن السعر الموازي، والسعر الموازي اختفى بعد يعني تحرير العملة، وذلك طبعا يصب في مصلحة مش بس شركات الصرافة، أيضا البنوك العاملة في مصر، فكان عامل مهم جدا الحكومة واتخذت قرار صائب في الاتجاه الصحيح.